وحصلت وحصلت علاقة علاقة كاملة في كاملة في الصالة، الصالة، يعني العلاقة علاقة التليفون التليفون وقع وقع من من ايدي، ايدي، انا أنا ما ما قدرتش قدرتش امسك أمسك التليفون التليفون ساعتها. ساعتها. يعني يعني انا أنا شفت شفت المنظر المنظر ساعتها، ساعتها، انا أنا ما ما قدرتش قدرتش استحمل. استحمل. اكتشفت اكتشفت واحد واحد من من صحابي صحابي اللي اللي انا انا اعرفه، اعرفه، طلع طلع البيت، البيت، كانت كانت الساعة الساعة واحدة واحدة وربع، وربع، اكتشفت ان اكتشفت انا ان انا مخلوع مخلوع من من شهر شهر 4 4 2019، 2019، اكتشفت اكتشفت ده ده في في شهر شهر في في 9/1 9/1 2021. 2021. يعني يعني كل ده كل ده عايشة عايشة معايا، معايا، ووالدتها ووالدتها عارفة ان عارفة هي ان هي عايشة عايشة معايا في معايا في الحرام. الحرام. دلوقتي انا اسمي نجوى، فبرد على طليقي اللي هو بيقول طبعا اللي هو مخلوع، ما فيش واحد مخلوع ما مضاش على ورقة الخلع، طبعا صاحبه اللي مضى على ورقة الخلع. وفي الاول وفي الاخر يا جماعة، انتوا حكمتوا عليا من غير ما تسمعوا كلامي، سمعتوا كلامه، بس هو اولا واخيرا يعني انا رفعت عليه قضية خلع، عشان هو راح واحد حرامي ونصاب وغشاش، فده اللي انا اقدر اقوله عليه. وانا اولا كبير عنه ب3 سنين، فهو البطاقه هي اللي اما قعد طبعا في الزواج كان المفروض شاف بقى بتاع، ما فيش مأذون بيخبي يعني، هو شايف، وانا اصلا مش واخداه على حب، هي جوازها 3 سنين وثلاث اشهر، فما لحقناش يعني، فاتغشيت فيه، لقيت طبعا والده صراماتي، وهو كان قايل لي والدي في مصنع ومامته ست خدامه وانا بنت عقيد، ما كنتش اعرف طبعا. ففوجئت في يوم اما انا طبعا خلعته، فوجئت في 10/1 داخل عليا هو وثلاث اشخاص كتفوني وكمموني وراحوا داخلين عليا. طبعا انا كان عارف ان انا معايا فلوس من ورث والدي الله يرحمه، فبعد كده دخلوا عليا راحوا جايبين لي اللزق العريض، فلزقوني وراحوا ربطني، وكل الاحكام اتحكم عليهم ب3 سنين سجن، وسرقوا فلوسي وسرقوا ذهبي وكتفوني وقفلوا الباب وخدوا اولادي وقفلوا الباب عليا ومشيوا. بعد 3 ساعات والدتي بتتصل بيا، قوم طبعا كسروا الباب، جابوا الشرطه، طبعا الشرطه عينت وكل حاجه تمام التمام، ورحنا لوكيل النيابه، طبعا هم هربانين، وخدوا 3 سنين سجن. فده اللي انا اقدر اقوله، حسبنا الله ونعم الوكيل، مش هقدر اقول غير كده. وعياله اللي بيقول عايز اشوفهم، هاتولي هاتولي بيت معين هو قاعد فيه مش هربان منه، وانا عندي استعداد انزل عيالي تشوفه، بس للاسف عيالي طالبين اللي هم ما يشوفوش ومش عايزين يعرفوهم اللي عملوا في امهم. عيالي دول اترموا في البلكونه واتقفل عليهم، عيالي اللي هو بيتكلم عليهم دول اترموا في البلكونه وقفلوا عليهم الحراميه الثلاثه. فعايزين نقول ايه بعد اللي انا سمعته دلوقتي؟ هو بيقول اولادي هم اللي قالوا له، منين اولادي شافوا الناس دي عندي في الصاله؟ منين هو بيقول قفل عليهم باب الاوضه؟ ف يعني معلش برضو، ومنين هو بيقول ان اولادي شافوا؟ طب منين شافوا؟ منين انا قافله باب الاوضه عليهم؟ انا كنت عارفه بالكيسه وعارفه بتاع يعني، ابني طلب منه كيسه هو جابها لابني حاطط فيها كمرات، عشان هو كان عامل ان انا عايزه اتجوز، وانا مش هتجوز عشان خاطر اولادي. وبعدين اما انا وحشه قوي كده وست مش معلش كمرات والكلام اللي هو بيقول عليه ده، كان راح لجوز اختي ليه الاسبوع اللي فات وبيتحايل عليا يا جماعه، بيتحايل عليا عشان يرجع لي، انا ما رجحتهوش طبعا لاني مش هينفع يعيش معايا تاني بعد اللي عمله فيا يا جماعه. قال له انا عايزها وعايز اولادي وعايز اعيش وعايز وعايز. راح جوز اختي قال له احنا خلاص هي انتهت الامر، وانت عليك احكام، واحنا ما كناش نعرف ان انت راجل حرامي والراجل نصاب، كان ماشي مع كذا واحده وانا جيت عرفت، فما مش هينفع ان انا اعيش معاه. فما رحت رفعت الخلع، فهو كان طبعا عند اهله وهو عارف بكده يعني ان انا رفعت خلع، وهو مضى عليه صاحبه اللي في البيت اللي جنبه مضي على ورقه الخلع، فطبعا كان عنده فيش هنا في الاوراق بتاعته، فبفتح بقى عشان انا هلم له حاجته، فلقيت طبعا الفيش بتاع النصب وفيش السرقه وكله عندكم يا جماعه، انا ما ببلش عليه، وكل الحاجه في اوراقه انا بعتها لكم بقى. 8 سنين كنت مخدوعه فيه، 8 سنين ما كنتش عارفه ان هو راجل حرامي. صاحب الشغل لما عرف ان هو حرامي بعد موضوعي اما كتفوني وكمموني كرشوا تاني يوم، انا 22/12/85. انما البطاقه كانت البطاقه ضايعه من اول ما احنا جينا كتبنا ونزلنا عملناها، فالراجل بدل ما يكتب 85 كتب 79، انا ما نكرتش في ده، وانا وريته بتاع شهاده الميلاد. طب هو شافني في ايه؟ ايه اللي هو شافني فيه؟ على ردود الناس اللي بعتت دي خاينه دي حسبنا الله ونعم الوكيل،
فانا بعت بقى الردود بتاعتي، وهو زي ما بيقول عايز يشوف عياله. لا ده مش عايز يشوف عياله، ده عايزنا نتنازل عن قواضي اللي اتعملت له، القضيه اللي هو دخل عليا فيها وكممني ولزقني. فهو دخل عشان كده، يعني هو دخل من الموقع ده عشان هو اصلا عارف ان انا عيلتي كبيره، هو للاسف عيلته مفككه ما لهوش عيله، فلازم يطلع يقول كده. لكن انا عيلتي كبيره، ف بس انا اديت صوتي واديت اسمي. طب ماشي، انا ما اتسجنتش ليه؟ مش هو ودى الفيديوهات دي النيابه؟ انا ما اتسجنتش ليه؟ على فكره ان هو معاه واحد صاحبه الحرامي اللي هو جه طبعا سرقني معاه دوت، بسم الله ما شاء الله عليه، بيركب فيديوهات حلوه قوي قوي قوي. واول ما دخل سرق تليفوني اللي فيه صوري، وصوري انا وهو، يعني اللي بيعمل كده والحرامي والنصاب مش هزيل ان هو يركب صور، فيقول زي ما هو عايز. بس انا رحت النيابه وطلعت من النيابه، ففين فين هنا؟ معلش بعد فين هنا الفيديوهات اللي جت والنيابه مثلا صورت؟ فين الاحكام دي؟ طب هو ما عندوش دلائل احكام، طب ما نزلهاش ليه؟ طيب وما اقدرش، معلش عيلتي اقسم بالله لو شافوه اللي بيقول اخوها هيموتني واخوها الثاني مش عارفه هيقل لي استر علاقتي، ما والله اقسم بالله العلي العظيم ما في الكلام ده نهائي. كل اللي هم اهلي لو حد شافه هيمسكوه ويودوه السجن، عشان هو طبعا عليه احكام كتير يا جماعه. يا جماعه سارق قبل كده واحده في التجمع الخامس وخد فيها سنه سجن، سارق واحده في مصر الجديده واخد سنه سجن. طبعا بسم الله ما شاء الله نصب على ناس في المقطم، طبعا الفيش عندكم. سارق عفشي الفيش برضو عندكم بتاع السرقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا مش عارف ايه اللي حصل ده، حصل ازاي الناس اللي هي طلعت؟ انا ما يعني مش عايز اذكر اسم حد، بس انا مش عايز اذكر اسم حد. هو اما كلمته، اما يعني في حد ابن خالتي كان كلمه واتصل بيه، فقال له انت احنا عرفنا ان انت العلاقه بيها والحكايه ومعانا فيديوهات لحضرتك وانت طالع ونازل. قال لي فهو بيحكي بيقول له انا ما اعرفش، انا عارف ان هي متطلقه، وانا اعرف ان انا كنت هكتب كتاب عليها. يعني الموضوع كان جواز، الموضوع ما كانش